دكتور رولا فرح موجودة معنا اليوم، مؤسسة ورئيسة تشانس هالجمعية اللي صرتوا كلكم تعرفوها، جمعية اللي تعنى بمرضى سرطان من الأطفال واللي صار لها 15 سنة واقفة حدهم، وسنة عن سنة عم تكبروا أكثر وعم تقدروا كمان تكونوا عم تساعدوا أكثر. يعطيكم ألف عافية. ثانكس لك. رح هالسنة 15 سنة مثل ما قلتي، وعم نحتفل ب 15 سنة من تشانس بسبتمبر 5 بالأوركيد. 15 سنة عم بتطلع عليهم لورا، وأنا من عجبة ومن دهشة بكل الأشياء اللي عملناهن، لأنه الجمعية بترتكز على التطوع طبعا. فقط رح ناخد وقفة صغيرة دكتور فرح ونرجع. منتابع مع دكتور رولا فرح، مؤسسة ومديرة جمعية تشانس يلي كنا عم نقول تعنى بالأطفال اللي عندهم مرض سرطان، واقفة حدهم من 15 سنة. واليوم بدنا نحكي عن الإيفنت بخمسة أيلول يلي هو إيفنت سنوي للفندريزينج، تا يقدروا الناس يكونوا بنفس الوقت عم يلتقوا وعم بيساعدوا هالجمعية. عم بيساعدوا هالدات اللي حددتيها سبتمبر 5 هي احتفال بال 15 سنة تبع تشانس. 15 سنة بدعم علاج الأطفال المصابين بالسرطان، بلشنا بمستشفى واحدة صرنا بستة، بلشنا بطفل واحد صرنا معالجين فوق ال 500 طفل، صرنا مغطين فوق 12,000 دخول مستشفى. الجمعية بترتكز فقط على التطوع والتبرعات، وبحس إنه هالإنجازات كتير مهمة. 80% من الأطفال ممكن إنه يشفوا، والمعركة اللي عم نعملها بعدها مثابرة. هيدا البوست تبع الإيفنت رح يكون بالأوركيد بالجية، رح يكون بيتخللوا السرفايفرز يلي صحوا من الكانسر، رح يكونوا موجودين لهالاحتفال ليحتفلوا بالحياة الثانية يلي أخذوها من وراء جمعية تشانس. رح يكون في ماتيو خضر رح يغني أوبرا، صوته مميز عالميا ونحن بنشكره على وجوده معنا. رح يكون في جينار مجدلاني دق بيانو، رح يكون في بيير وماريا فيولونيست رح يطلعوا بالفيولون، رح يكون في دانسز من كيسي والسيفن جو دانس أكاديمي، مدام لميا أبو شو عم تشتغل معنا على البرفورمنسز. رح يكون في جو كتير حلو، والأهم شيء أنه رح يكوننا نحن مبسوطين أنه بهالنهار هيدا عم نكون عم ندعم علاج الأطفال المصابين بالسرطان. وأنا عم شوف بعض الصور كمان بالمستشفى من النشاطات يلي عملناها بالمستشفى بال 15 سنة اللي مرقوا. الجمعية بتدعم العلاج طبعا، هيدا الهدف الأساسي، ولكنها بتدعم معنويا الأطفال وعيالهم. بنكون حدهم بالمستشفيات، بنكون معهم بالمستشفى على تختهم متح ما هن موجودين. الجمعية بتعمل نشاطات للأطفال يظهروا من جو المستشفى، ينبسطوا، يتقبلوا مرضهم. الجمعية كمان بتعمل حملات توعية للسرطان، لأنه كل ما يكون الاكتشاف مبكر كل ما نسبات الشفاء عم بتكون أعلى. لحد هلأ بعد الطب عالميا بعد ما وصل أنه يشفي 100% من الأطفال، ولكن الأبحاث عم بتكون عالميا، وأنا كطبيبة بنكون مشاركين دايما بحملات علمية عالمية لنحسن علاج السرطان ونقدر نوصل لعلاج 100% وشفاء 100% من الأطفال. بس بعد في 20% ما بيشفوا أو بيعذبوا شوي، و 80% عم بيقدروا يشفوا نهائيا، وعم نوصل لهالنسبات العالمية. مع فيديو صغير بعرفنا أكثر على هالإيفنت، بنرجع منتابع. ما بيسوى نضل زعلانين، علينا نصلي له والباقي على الله. خلينا نغير جو، بدي احذركم حذورة.
اذا اوقات كلفه العلاج هي تبقى العائق الوحيد. صح، كلفه العلاج والتاخير بالتشخيص، مش هيك الجمعيه بتدعم الاطفال من وقت التشخيص لوقت العلاج ولوقت المراقبه 5 سنوات لنقول انه شفيه نهائيا. كل ما احضر هذا الفيلم انا بتاثر، ونحن هلا على باب دخول مدارس لازم كلنا نفكر بالاطفال يلي ما رح يقدروا يفوتوا على المدرسه هالسنه لانه تشخصوا بسرطان ولانه مجبورين يقضوا وقت بالمستشفى. لازم كلنا نجي على الاوركيد باللاجيه ب5 ايلول لندعم علاج الاطفال المصابين بالسرطان او نساعد باي وقت ممكن. كان لنحجز البطاقات لازم نتصل على 7-0-8-1-2-2-5-9 اللي هو رقم جمعية تشانس يلي عم نحتفل هلأ ب 15 سنة من هالرسالة يلي بحسها هي رسالة لكل شخص بالمجتمع أنه يكون موجود يدعم الأطفال يدعم علاجهم لأنه ممكن أنه يشفوا. رح نشوف بالسهرة هالسكسس ستوريز، هالقصص النجاح، قصص الحياة، قصص المحبة يلي رح يكون في جو كتير حلو. الأشخاص يلي بيساعدوا تشانس من كذا سنة منقيين نحنا 4 ستات يكونوا امباسادرز لتشانس، وأربع رجال رح نعلنهم بالسهرة يكونوا هن البيلرز البيليه يعني الدعم، دعمات تشانس رح نعلن أسميهم بالسهرة. هن أشخاص ساعدونا ودعموا الجمعية بال15 سنة يلي مرقوا وكانوا عطول حدنا بكل النشاطات وبكل الحاجات لعلاج الأطفال. نرجع نعيد رقم التليفون 7-0-8-1-2-2-5-9 لا الاتصال ولا حجز البطاقات ب5 ايلول بالاوركيد بالايفنت يلي دائما بيكون لقاء كثير حلو، لقاء كثير ودي ودائما فيه يعني انترتينمنت كثير حلو، بس هو الاحسن هو الاجواء يلي بتكون. وانت كنت معنا مره وقدمت الايفنت، كنت ماستر اوف سيريموني فعلا. يعطيكم الف عافيه، قد ايه الشغل حلو، قد ايه الجو بيناتكم كمان صح. حلو قد ايه هالموضوع بيجمعكم. صح، انا ما فيك تتصور المتطوعين بالجمعيه قديش انا بشكرهم، خاصه كارول كحالي ساندي سفر عم بيقعدوا كل يوم للساعه 12 بالليل من 8-12 نون ستوب شغل على الايفنت. بتعرفي ايفنت مثل هيدا كبير بده كثير تحضير، بده كثير وقت، بده كثير دعم. في اللجنه كمان لجنه الستات عم بيشتغلوا كلهم ليل نهار مشان يكون في لويات رفل حلوين، يكون في بروجرام حلو، يكون في جو حلو. بس اهم شيء هو هالاحساس انه انت عن جد عم تعملي شيء بحياتك. اوكي شغلنا كلنا عنا، بس هيدا شيء بنعمله كتطوع، وهالعطاء الجو العطاء والمحبه اللي عم بيكون بين المتطوعين والستات شيء مش معقول. شو بيعطيك انرجي وكانه بس ما بعد فيك توقف، ما فيك توقفي لانه مسؤوليه تجاه العائلات يلي ملتزمين معهم هن اهم شيء واكثر شيء يلي بيعطيك الانرجي والحياه هن الاطفال. بس شوفهم انا كيف عم بيقطعوا من فترات العلاج ويصيروا كبار، ومنهم عم بيصيروا متطوعين معنا من بعد ما يشفوا. هن الفولونتيرز يلي عم بيرجعوا يصيروا معنا. هن السرفايفرز، هالسرفايفرز يعني هي سرفايف يعني عاش عن جديد كانه طبعاً. بس اطلع عليهم بننسى كل التعب يلي قضيناه وبنرجع نقلع عليهم. اذا الموعد ب5 ايلول بالاوركيد. خلص وقتنا اليوم ب MTV Alive، موعد جديد بكره مع مواضيع جديده. باي باي.